فإذا تمت إزاحة من هذه الأعماق تخرج لنا مادة أثقل بكثير من مادة القشرة الأرضية التي نحيا عليها. اللي بعدها، هذه ثورة بركانية، فإذا صار البركان أخرج من الصخور ما هو أثقل من مادة الأرض التي نحيا عليها. اللي بعدها، هذا قلب الأرض، كرة ضخمة من الحديد والنيكل تتناقص الكثافة، هنا 13 جرام لسنتي متر مكعب، هنا 2.7 من 10 جرام لسنتي متر مكعب، فأثقال الأرض في قلب الأرض، وهي حقيقة لم تدرك إلا في القرن العشرين. يتحدث عنها كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها السحكم الأميين من قبل 1400 سنة، شهادة لهذا الكتاب بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. اللي بعده، نفس الشيء، قلب الأرض ثقلها في قلبها. اللي بعده، يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. طبعا نعلم أن زلازل الدنيا من أعظم المخاطر، يضيع في الهزة الأرضية الواحدة مئات الألاف من البشر، تنوي خسائر بمليارات الدولارات. حدث زلزال في الصين في مطلع القرن العشرين استمر نصف دقيقة، كان ضحايا أكثر من 750 ألف قتيل، 750 ألف قتيل في نصف دقيقة. فما بالنا بزلازل الآخرة، زلازل الآخرة من شيء أعنف بكثير، نسأل الله ألا نراها إن شاء الله. يوم تكون السماء كالمه، اللي بعد، انظروا إذا تحولت النجوم كلها إلى ورود حمراء مدهنة تكون السماء كالمه. والمه يعرفه العلماء بأنه دردي الزيت، الزيت الذي يستخدم في القلي لمرات عديدة فتزداد كثافته ويسمر لونه، فيقول يوم تكون السماء كالمه، هذا هو المه. اللي بعد، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اللي بعده، يوم ترجف الأرض والجبال وكاد الجبال كثيبا مهيلا. الأمريكان عاملين فيلم جميل جدا اسمه Earth Without Moon، يعني إذا انفلت القمر من عقال جاذبية الأرض وكانت الأرض بلا قمر تبدأ الجبال تتطاير كالعهد المنفوش. طبعا أنا عندي آيات كثيرة وحديث عديدة لكن أتوقف عند هذا الحد. وقبل أن أختم أقول إن الحقائق العلمية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه. ونحن نعيش زمن فتن، لأن كل أسباب الغلبة المادية أصبحت في أيدي غير المسلمين، والمسلمون تخلفوا علميا وتقنيا، تخلفوا اقتصاديا وإداريا، تخلفوا عسكريا وإعلاميا، تخلفنا في كل مجال من المجالات، ولم يبقى بأيدينا سلاح ندافع به عن دمائنا وأعراضنا ومقدساتنا وممتلكاتنا إلا سلاح الدعوة إلى الله على بصيرة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السويم. وخير أسلوب في الدعوة في هذه الأيام أسلوب العلم، لأننا نعيش في زمن فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، وأصبح الإنسان يطالب بالدليل العلمي.